السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين المشاهدين الأعزاء على قناة إبراهيم العقارات الناس. اليوم تنقترح عليكم عقار من الفئة الكبيرة التي تتواجد في المنزل التي تكون من سليب وجوج تاع الطوابع وطبق فيه شقة واحدة. العرض نتاع اليوم عرض ممتاز، شقة نتاع جوج نتاع الواجهات، المساحة اللي هي كبيرة والثمن اللي جد مناسب وجد مغري. فبالنسبة للمساحة نتاع الشقة نتاع اليوم 120 متر، مساحة إجمالية، البقعة الأرضية المبنية على 100 متر بالنسبة لهاد الشقة، وعندنا جوج نتاع لي بالكون تنخرجو تقريبا 10 متر 10 متر. هذا ذكرنا المساحة الإجمالية نتاع 120 متر، ممكن تيتر أن تكون المساحة أقل من هذا. بالنسبة للناس اللي تيهمهم الثمن قبل ما نبداو الفيديو، فالثمن تاع الشقة 46 مليون، الثمن إن شاء الله راه ممكن أنه يتناقش. إذا ندخلو من الباب تاع الفصل مباشرة تلقاو الصالون اللي هو هذا، صالون بمساحة اللي هي كبيرة، العرض تقريبا أكثر من 3 متر ونص، على الطول تقريبا تاع 6 متر ونص تقريبا. عندنا هنا الصالون، عندنا بيت النعاس، الحمام، عندنا تراس، مهم شقة كما تنقولو فيها ما يتشاف، شقة بواحد المعايير اللي هي جد ممتازة. عندنا هنا الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم واحد، اللي هي عبارة على غرفة نتاع النوم بالحمام نتاعها. كاين واحد الاختلاف ما بين الشقة اللي تتواجد في الطابق الأول مع الشقة اللي تتواجد في الطابق الثاني، فاحنا حاليا تنقترح عليكم الشقة اللي كاينة في الطابق الثاني. بالنسبة للشقة نتاع الطابق الأول وصلت تقريبا الشقة حتى لهاد المسافة هادي، فيها زيد في هاد لاطراس. بالنسبة للغرفة التحتانية غرفة رقم واحد، فيها كما ذكرنا مساحة نتاع أنها تتغطي هاد هاد المساحة نتاع هاد لاطراس، زايدة بالنسبة لهاد الغرفة هادي اللي سميناها الغرفة رقم واحد. بالنسبة لهادي اللي كاينة في الطابق الثاني، زايد الاختلاف اللي كاين أن هادي شكل نتاع التراس اللي تتخرج ليه من المطبخ. كل واحد كما تنقولو شنو غادي يختار. بالنسبة للثمن تاعها راه تقريبا ثمن واحد بحال الطبق الأول بحال الطبق الثاني، هادشي يبقى الاختيار. هاد لاطراس هذا تنخرجو ليه كما شفنا من المطبخ، المطبخ هو هذا تبارك الله، بواحد المساحة اللي هي كبيرة. بالنسبة للناس اللي تتسول على الموقع، فاحنا حاليا تنتواجدو في حي الزيتون تقريبا، في حي كيتسمى توابع على ما تنعتقد، الأحياء القديمة ما عنديش عليهم صراحة فكرة وما عنديش عليهم ترتيب. المطبخ كيما شفنا تبارك الله المساحة اللي هي كبيرة، كيما تنشوفو عند هاد الساليات هادو غادي تخاص تراو فوسط من هاد لي بلاكار هادو نتاع الإم دي إل. عندنا هنا هاد البلاصة تتبقى خاصة مثلا بالثلاجة، أما لي بلاكار غادي يمشي تقريبا على لاكارت نتاع هاد جوج نتاع السراج. نعاودو الترتيب نتاع الشقة، اللي دخلنا هنايا مع الباب نتاع الفصيل مباشرة لقينا الصالون، من بعد في هاد الكولوار هذا سمينا الغرفة نتاع النوم الغرفة رقم واحد. عندنا هنا على يدينا اليمين الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم جوج، اللي فيها بلاكار نتاعها. وعندها الشكل هذا نتاع بالكون زايد في وسط من البيت، تيبقى على حسب الاختيار نتاع كل واحد. هكا زاد مساحة أكثر للغرفة، هذه الغرفة اللي سمينا الغرفة رقم واحد. الدار كيما شفنا تبارك الله راه مشمشة ضاوية ومهوية. وعندنا هنا الغرفة التي نسميوها الغرفة رقم ثلاثة، كما لاحظنا الغرفة رقم جوج فيها البلاكار نتاعها، وحتى الغرفة رقم ثلاثة عندها البلاكار نتاعها. تقريبا الغرفة رقم جوج و رقم ثلاثة فيهم واحد التشابه كبير،
تقريبا نفس المساحة ونفس البساطة. بالنسبة للاستباقة والأشغال راه مازال ما تسالاتش، بالنسبة للشقة مازال المسالة الأخيرة، مازال بالنسبة للاستباقة راه يزيد الكوش الأول، مازال غادي يتزاد الكوش الثاني، غادي تكون الشقة كاملة إن شاء الله بالبلاتينية. وفرصة حتى اللي بغى الإنسان يبدل اللون راه كاينة هاد الإمكانية هادي قبل ما يتندر، قبل ما يتحطو اللمسات الأخيرة. عندنا هنا الحمام المشترك اللي هو هنا، غادي يكون الرشاش، هنا الطواليط عزكم الله، وهنايا الباسك لافابو. إذا الشقة نتاع اليوم تكون من صالون اللي هو هذا، وشقة واحدة عندنا فقط كل طابق مع يعني جوج نتاع الجيران. عندنا الكولوار هذا اللي تيجي لنا الغرفة، هذه سمينا الغرفة رقم جوج، سمينا الغرفة نتاع الوالدين رقم واحد، وعندنا الغرفة رقم ثلاثة اللي هي هذه. عندنا هنا مطبخ بمساحة اللي هي كبيرة، وبالإضافة أن عندنا هنا هاد لاتيراس هذا ما تحتاجش أنك تطلع كاع للسطح إلا ما بغيتيش تطلع للسطح، ولا كاين مجموعة نتاع الاقتراحات اللي كاينة في هاد التراس، ممكن أنك تغطي بالشكل نتاع مثلا البلاش نتاعو، وديرها على شكل نتاع صالامونجي كليسة، لا تقدا على شكل نتاع جريضات. كاين مجموعة نتاع الاقتراحات، كل واحد تياخذ الفكرة اللي غادي تناسب. عندنا الحمام نتاع الغرفة نتاع النوم بالنسبة لهاد الغرفة هادي، وعندنا حمام مشترك. إذا الشقة نتاع اليوم تتكون من صالون، ثلاثة نتاع الغرف، مطبخ بلاطيراس نتاعو، وعندنا جوج نتاع الحمامات، حمام مشترك وحمام خاص بالغرفة نتاع النوم. وصلنا للنهاية نتاع الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهاد المرحلة. دمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر وشقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.